قال: إذا قام الإمام للركعة الخامسة فسبحوا له فلم يجلس، فماذا على المؤتمين؟ على المؤتمين أن لا يتابعوه، ومن تابعه وهو يعلم أنه في الخامسة بطلت صلاته عليه الإعادة. يعني الإمام قام للخامسة، قالوا له سبحان الله ما رجع، أنت تعلم أنه قام إلى الخامسة، قمت وراءه، بطلت صلاتك كلها وعليك إعادة الصلاة. والإمام إذا علم أن الخامسة بطلت صلاته، وإذا كان مصرا على أنها الرابعة فصلاته صحيحة، وإنما تبطل صلاة من علم أنها الخامسة وتابع. لا يتابع الإمام على خطئه، إنما يتابع في صوابه. نعم. أي لو أنك جئت في صلاة العشاء مثلا فاتتك ركعة، صليت ركعة واحدة جاهرة مع الإمام وجلست للتشهد وانتهيتم، عندما أراد الإمام أن يجلس للخامسة قام، أنت تعلم أنه قام للخامسة لأنك فاتتك ركعة، تعلم ما الذي جرى، لا تتابعه. إذا أصر انوي المفارقة وكمل صلاتك بانفرادك، انوي المفارقة وكمل صلاتك بانفرادك.